احذروا الخمول منذ الصغر. أثبتت دراسة أن زيادة الخمول في الطفولة تؤدي إلى تضخم عضلة القلب في وقت مبكر من العمر. دراسة بريطانية أكدت أن زيادة النشاط الحركي للأطفال بشكل خفيف بعيداً عن الإرهاق لمدة 4 ساعات يومياً تساعد في تحسين طبعاً نشاط عضلة القلب ويجعله يقوم بوظائف بطريقة أفضل. لا إفراط ولا تفريط. اليوم برضه عندنا موضوع حنناقشه عن الرياضات اللي حتكون صعبة للأطفال وممكن إنها بتؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة. سبقتيني والله يا ريم، لأنه بالفعل هذا موضوع كتير مهم وأنا كنت حابة أشارك معكم فيه لما تتحدثوا عنه، خصوصا أنه شفنا الفيديوهات اللي يعني شفنا فيديو كتير كتير مؤثر كتير طبعاً مؤثر طبعاً. وسيء يعني للأسف طفل بيفقد حياته من جراء الإفراط في الرياضة وضغط الآباء. حاليا كمان إصابات الرباط الصليبي للأطفال في تزايد كبير، وده الموضوع تقريبا اللي حتحكي عليه يعني.